تحية صباحية بعد قليل تصبح مسائية عطرة لكل السادة الحاضرين. مبروك لآلاء الطيف المرمي وإن شاء الله دائما من المتفوق. حيكرموهم الآن من قبل في مسابقة. ألف مبروك وإن شاء الله من المتفوقين دائما وينالون الشهادات العليا. نحن اليوم في مدرسة أبو قرعة للتعليم الأساسي في منطقة الجميل لنقل احتفالية اليوم العالمي لليتيم واليوم عيد الطفل وعيد الأم. الطلبة عم تصبحوا فيهم فرحانين كلهم ونقدموا لهم هدايا وجوائز. عندنا مسابقات، عندنا ألعاب، عندنا فرق فنون شعبية، كل شيء موجود. عندنا الضيوف من مستوى رفيع، جميع القنوات موجودة. الاحتفالية إن شاء الله تكون معنا بعد الساعة 2:00.